في شهر الخير والكرم، شهر رمضان المبارك، تتنوع الحلويات والمأكولات بأشكالها وألوانها وطعمتها وأيضا بطريقة عرضها. المعروك من أكثر الحلويات شهرة والتي تنتشر بشكل أكبر خلال الشهر المبارك حتى يصبح ضيف كل سهرة. المعروك أكلة معتادة بشهر رمضان الفضيل، أكلة موسمية تعتبر بالنسبة لنا خاصة بشهر رمضان الكريم. تعتبر المعروك طبعا مادة أساسية، وهي مكونة من الطحين، من السكر، من الزبدة، من الحليب، من الملح، من المحلب، من الخميرة. طبعا هاي العجينة طبعا ينضاف لها بعد الحشوات، تطلع بتشكيلة واسعة بالشوكولا وبالزبيب وبالفواكه وبالعجوة وبالتمر وبالجوز وبالفستق. يعني في لها ترتيبة خاصة، هاي أكلة مميزة عندنا نعتبرها برمضان. الوجبة الأفطار يعني دائما يكون في موجود المعروف، هاي من أساسيات الموجودة، هيك المتعارف عليها. المعروف برمضان يعني من طقوس رمضان، وإحنا تعودنا كل يوم نشتري معروف برمضان. عناصره ومكوناته واحدة، ولكن قد تختلف أذواقنا وما نميل إلى أن نتذوق في كل ليلة من الحشوات الداخلية له. قد يكون معجون التمر أو القشطة العربية المرصعة بحبات الفستق الحلبي أو الشوكولا أو حتى الفواكه. بعد ما عجننا مادة المعروك قمنا بتريح العجين، تقطيعه بده وقت من الزمان للعجينة تنضج. بعدها نعمل تدريجيا مادة مادة، كل صنف لحاله، كل حشوة لحاله، لأنه يتعدد المعروك بالحشوات المشكلة من الفواكه، من الزبيب، من التمر، من القشطة، من الشوكولا، ليطلع حتى نخلص من مرحلة الحشيان ندخله على المخمر. إذن هو الضيف المرحب به دائما وأبدا على موائدنا، ورغم تغير الظروف التي عاشها السوريون إلا أنهم كانوا وما زالوا يحافظون على عاداتهم العريقة خاصة في الشهر المبارك كالتفنن بالحلويات. وإن كان الحديث اليوم عن المعروك، فغدا ضيف آخر.